حالة قابلتها من حوالي أسبوعين، برضو اتنين أخين هنا في القاهرة، الأم بتضطر تربط واحد لأنه عنده نوع من أنواع الهياج والصعوبة في التحكم في قدراته، وبيخرج، لما بيخرج بتحصل مصايب، حاجات محدش يتخيلها، لكن ده موجود. ودي بلد أكتر من 105 مليون، واللي معرفش يعرف، همنا كبير وثقيل، بس مع الشغل كله هيتعالج. مش محتاجين كلام كتير بقدر ما احنا محتاجين عمل كثير وامل اكبر لكل هذه الاسر اللي تحس انها بعيدة عن الدولة، ما تعرفش العلاج فين، ما تعرفش الرعاية ازاي، ممكن دواء لهذه الحالات يتحول لهدوء لسلام. خد كل قصة حزينة جديدة ان شاء الله نخليها بلون الورد، يبقى فيها ابتسامة. تعالوا معنا. طبعا اللي قاعد في الارض ده، يعني كنت انا عملت برنامج اسمه الاسير على الحالات اللي زي دي. تعالى يا ست اقف هنا، هو ممكن يتعدى عليكي ولا حاجه؟ ده ابراهيم ووالدته الست الطيبه اللي احنا نعرفها من فتره طويله، وده نوع من انواع الامراض النفسيه العصبيه اللي محتاجه علاج. ده اللي محبوس، ده اللي مربوط، هي ربطاه يا عيني في ايده بالحديد عشان ما يخرجش ما يهربش. كل خروجه بيخرجها بره البيت بيقضوا بالشهرين والثلاثه والاربعه. كان مفروض انها تجيبه من كام شهر، سالنا قالت انه مختفش. ها كان مش سالتني الاستاذه نفون، كان ماشي ماشي يعني ساب البيت. كان ماشي ساعتها، كان بقعد، كان دول 4 شهور. انت جوزك موجود؟ مريض. طب مريض من زمان. ده قريبك جوزك؟ لا مش قرايب. طب عندك ابنك التاني كده؟ التاني كده الاكبر منه. مربوط برضه؟ لا ده بيقعد هادي ما بيكلمش حد، بس عنده اعاقه ذهنيه. وابراهيم بيعمل ايه بقى؟ ابراهيم بيمشي، مره مشى راح سوهاج، قعد 4 شهور، وناس طبعا استغلت شكله بيخلوه يشيل طوب وحبسوه، ودان متبهدل خالص. راحت واحد ابن حلال بقى فتح له الباب ومشاه، بقى ملقيه اتبهدل خالص، هم طبعا مستغلين جسمه وبهدلوه. راح بردك راح العمريه، قعد 5 شهور في العمريه. بردك رضع نفس الطريقه. كنت انا عامله له رقم تليفون في بنطلون بسوسته كده، وواحد جايب له غيار من العمال عشان يحميه، ولقي رقم التليفون رن عليه. والله والله راجل جدع ده، والله راجل جدع. ما تشوفوا حاله من الحالات دي يا جماعه، يعني ساعات بنشوف حاجات على اليوتيوب مش بتزعلنا، بتقطع قلبنا. انا لما بمشي بصراحه ما بنامش، عيني نظري راح، مركبه اتنين دعامه من زعل على ابراهيم. حتى بعد الاوقات اقعد اقول ابراهيم، اقول مرحوم ابراهيم، دمعتي ما بتنشفش خالص عليه. ربنا يديك الصحه وتربيه. ابقى مستريحه، ابقى عارفه مكانه، لكن فرق الحي صعب طبعا، صعب. طب انت طالبه ايه يعني؟ انت معانا حاله وانت ربطتها ده دي ورمه حتى اي حدا لابراهيم مساعده. زي ايه يعني؟ هل نوديهولك مستشفى العباسيه؟ احنا في حالات وديناها، ده محتاج نوع من انواع الدواء والعلاج. لا دواء بيهدي اعصابه. هل هو بياخد دواء مثلا ولا لا؟ لا كنت ماشيه مع بر الزمن وتعبت. قوليش ايه ده، هو كبر ساعات كان صغير. كنت بودي الاثنين واجيب الاثنين. من ساعه ما قلبه وداعني ما بقدرش اودي ولا اجيب دلوقتي. دي هنوديها مستشفى الصحه النفسيه في العباسيه. كنا قبل كده ودينا حالات من مصر القديمه، حالات من الشرقيه، وتحسنوا العلاج بياخدوهم دعم من الدوله. بنقدم الصوره دي عشان كده ينطح، حتى لما يروح في مكان يعرف يرجع. بس اطلب منك طلب العلاج، انا جايبك تعرفي ليه او بصور معاكي ليه؟ ما انا عم بقول لك العلاج للنطق حضرتك يا ستي. لا لازم بياخد علاج، لازم دكتور نفسي مختص يديله علاج يهديه، فمش هيهرب. تمام، ما انا لو معايا دكتور هوا والله استاذ طارق هوديهم لدكاتره.
انا لو معايا وفي ايدي طايله هقدم لدكتور وهعالجه. السؤال اللي مقدمه احنا في نهايه 2018 2019 ده للمرض لا للجهل. اللي بنشوفه ده هبتدي يا ستي يا سيدي، لو انت عندك ابن او بنت كده اربطه ماشي وروح لطبيب نفسي. انا بشكر وزارة الصحة والدولة لان مراكز الصحة النفسية زادت. انا مش بقول كلام كده، مش محتاجين اللي احنا نقول ده، لكن ده الواقع. تذكرة بجنيه في مستشفى العباسية. لما تجيب اتنين رجالة كده قرايبك وعربية وتاخد الابن المريض وتوديه هناك، هيكشفوا عليه يديله علاج يهديه، مش هيبقى عنده الانفعال ده. احنا عشان قبل ما نصور يعني هو مربوط كده من الصبح، ادي واحد. اتنين، كان هيعض ايد والدته دلوقتي، هو بياكل اي حاجه؟ بياكل اي حاجه، اه بيقطع هدومه، بص مبوظ ودانه لما بيقلد صوت القطر ودانه بايظه خالص. بس 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 يا ابراهيم خلي بالك، انا ما بخافش من الحاجات دي، بس انت جدع. اولا انت بتتفرج على التلفزيون وشايفنا ولا عارفنا ولا لا؟ ممكن ترد عليا؟ عارفني؟ طب انا اسمي ايه؟ طب ما هو انت جدع، هو راجل محترم اهو. ايه اللي بيضايقك طيب؟ زعلان من مامتك؟ ايه؟ عايز تمشي؟ تحب تمشي وتسيب البيت؟ اللي هو ايه مش فاهم؟ في المطار يعني كنت بتفرج على الطيارات. بتفرج على الطيارات؟ طب ممكن تشوفها من التلفزيون وخلاص. طب انت نفسك في ايه طيب؟ قول لي يا ابراهيم نفسك في ايه؟ انا اجيبه لك والله. نفسك في ايه؟ ايه قول قول اتكلم. نركب الطياره. تركب الطياره؟ الاستاذ طارق معاك ولا مين معاك؟ هما الاثنين. انا وانت نركب طياره؟ اوكي يا عم سهله، اخذك اسوان بالطياره، ايه رايك؟ تسافر معايا؟ حج العمرة. اقول لك على حاجة، لو انت خفيت ما بتعملش اي مشاكل وبص، انا مش عايزك تتربط يعني. الكاميرا لو تجيب المنظر ده، ده بيقطع قلبنا. لماذا نقدم هذه الصورة اللي بنقول عليها صورة غامقة؟ يا اهالينا يا ناسنا، العلاج، الراجل ده مريض، علاجه ده كده يعني. هي الستة تعمل ايه؟ هي غلبانة، بس علاجه الحقيقي انه يروح المستشفى وياخد دواء. احنا هنكلم مستشفى العباسيه في خلال يومين، وتصرفي في عربيه كده وتوديه. ابراهيم هتروح المستشفى وتاخد دواء وتبقى تمام، واخدك بعد كده ونطلع على الطياره. ماشي ماشي، هجيب لك العلاج وهنرجع مع بعض، مش هسيبك. وانا بص انا هطمن عليك واكلمك في التليفون، اتفقنا؟ يا استاذ طارق ربنا يبارك لك يا رب. الصورة دي الواحد بيقدمها وقلبي بيتقطع. في نهاية 2018 أبنائنا ولادنا شبابنا المصابين المرضى اللي بنقول عليه عيان، اللي بنقول عليه إنه محتاج الدعم الصحي، محتاج يتعالج، محتاج حاجات كتير قوي. هنا بنصور مع الست الطيبة اللي بنتها مطلقة وقاعدة معاها. هنا بنقدم لكم في هذا الركن شاب كتب عليه المرض، ده رفع القلم عن سلاس، هو واحد منهم، بس يا عيني مربوط بشكل انساني نفسنا انه يتعالج. هذه الحاله ان شاء الله بالاتفاق مع وزاره الصحه هيروح مستشفى، نبعته المستشفى بتاعه العباسيه الامراض النفسيه، وشفنا ده كتير، ياخد العلاج ياخد الدواء. واتمنى لو انت بنتك او ابنك كده ارجوكم ما يتربطش كده، ارجوكم ودوه المستشفى، ودوه للدكتور، ودوه لطبيب. المراكز الصحية، الجمعيات الكتيرة اللي كتير ليه لازمة وكتير ملوش لازمة، اقفوا مع الناس الطيبة اللي زي دول. إبراهيم واللي زيه اتكلمت بصوتهم من سنتين ثلاثة في برنامج خصصته اسمه الأسير. ده أسير، ده مريض، ده أسير الجهل والفقر والمرض. إبراهيم قصتنا النهاردة إن العلاج يتوفر للي زيه مجانا، ويعود يقعد في البيت ساكن سالم معافي، مش مريض، مش صعبه،
واحنا في 2018 داخلين على 2019، وكمل معاكم حربنا الشديدة ضد الجهل والفقر والمرض. تليفون أم إبراهيم بيظهر دلوقتي، بنساعدها وبنسندها هي واللي زيها. فكوا ولادكم، طلعوهم من الحديد، ده مش مسجون في سجن ولا في مديرية ولا تبع أي حتة عقابية، لا ده مسجون في بيته لأنه مريض، ومريض ومريض يحتاج الدعاء، والمرض محتاج علاج، والعلاج موجود كلنا لازم نعرفه. هو ده، ونكمل معاكم حكاياتنا اللي كانت ضلمة عايزين نخليها نور. قولوا يا رب، قولوا يا رب يا سيدي. ربنا يخليك استاذ طارق ويبارك في اهل الخير يا رب كل اللي شارك في علاج ابراهيم.